اهلا بيك يا دكتور أهلا بيك عصام. أستاذ أمل. دكتور عصام، عايزه ابدا مع حضرتك بتطورات الاحداث اللي حصلت على مدار اليوم. النهارده التيار المدني استقال من مجلس الشورى نظرا للتطورات التي حدثت بالامس. بيان نقابه الصحفيين ايضا اصدر بيان بادانه الرئيس محمد مرسي في الاتهامات المتعلقه بالصحفيين والاعلاميين، وايضا حمله تمرد كان منذ قليل في مؤتمرها الصحفي اعلنت ان الرئيس محمد مرسي ليس الرئيس الشرعي المصري. حضرتك بتعلق ازاي على هذه التطورات الحاليه؟ انا والله شايف ان من وجهه النظر ان التطورات الراهنه تؤكد ان هناك خلل في اداره الازمه او في اداره الازمات التي شهدتها مصر من المرحله ما بعد الثوره. هذا الخلل في الاداره يدان فيه المسؤول عن النظام السياسي في مصر او على من هو على راس النظام السياسي في مصر بالدرجه الاولى، ثانيا تدان في كل اطراف التيارات السياسيه في مصر بكل تصنيفاتها وبكل توجهاتها وبكل تياراتها. الكل يتحمل المسؤوليه. اذا كان الكل يسعى إلى أن يكون مسؤولا فالكل الآن مدان فيما تشهده مصر من أحداث ومن تطورات ومن دماء تراق ومن إصابات تحدث ومن عمليات تخريب وتدمير في هذه المرحلة. دكتور عصام، يعني دائما ما بنرى أو كل دول العالم بتشهد بأن الشارع بيكون للمعارض، هل ترى أن نزول المؤيد للشارع هو ما يشعل يعني فتيل العنف في الشوارع وبالتالي تأزم الموقف؟ خلينا نتكلم منطقي. إذا كان الاتجاه للشارع أصبح هو المعيار أو الحكم فأصبحت الأمور الآن خارجة عن سيطرة أي تيار. الآن ابتعد الجميع عن مراعاة المنطقية ومراعاة المصلحة الوطنية والكل يسعى إلى الحفاظ على مصلحته الشخصية وتعزيز مكاسبه السياسية. وبالتالي بدلا من الاحتكام للآليات الديمقراطية المتعرف عليها في الديمقراطيات المحترمة أصبح المحك هو الشارع. وبالتالي أصبحت الأمور هو قياسات توازن القوة على الأرض. الجميع يسعى إلى الحشد في استعراض للقوة لن تخسر منه إلا مصر. دكتور عصام، ثورة يناير كانت ثورة 30 يونيو، يعني يمكن المشهد فيها أنه أصبح جزء من الشعب ضد الجزء الآخر، هل بتعتبرها ثورة ثانية؟ لا، أنا ما أعتقدش ثورة ثانية، وإن كنت ممكن أقول ثورة مضادة للثورة الأولى. ثورة مضادة؟ ثورة مضادة للثورة الأولى. من الذي يقوم بالثورة المضادة؟ الثورة الأولى قام بها المصريون جميعا دون انقسامات، بدليل أن ال 18 يوم اللي اجتمع فيها المصريين في الميادين من 25 يناير وحتى 11 لم يكن هناك ما نشهده من استقطاب، لم يكن هناك ما نشهده من تجيش تحت أسس عرقية وطائفية ودينية ومذهبية وجغرافية أحيانا. الآن نشهد كل من قامت الثورة ضدهم أصبحوا الآن هم الذين معظمهم يملئون الميادين، وهذا في حد ذاته كارثة. بس ثورة يناير قامت ضد نظام يمكن ما كانش بيتمتع بشعبية حقيقية. دلوقتي جماعة الإخوان المسلمين يمكن ليها تواجد في الشارع ومؤيدين، وهنا مصدر القوة أو مصدر القلق أو مصدر التوتر. النظام في المرحلة الأولى التي قامت ضده ثورة 25 يناير لم يكن له أي شرعية، وكان يعاني من الترهل والفساد، بمعنى أنه يتمتع بضخامة كبيرة ولكنها ضخامة هشة. ولكن في المقابل الآن النظام الموجود الآن أو القائم الآن يتمتع بشرعية قواعد. هذه القواعد تتمتع بوجود كبير ومؤثر في المجتمع المصري من عدة سنوات. ولكن الخلل أين يكمن الخلل؟ يكمن الخلل أن هذا النظام لم يستطع خلال العام الماضي منذ نجاح الرئيس محمد مرسي في استقطاب العديد من التيارات. لم يتعامل بكفاءة وفاعلية مع العديد من الأزمات التي مرت بها. إذن ليس لي أن ألوم على الطرف الآخر بأنه لم يعني يندرج تحت. أنا هقول لحضرتك يا أستاذ، الفكرة مش مسألة لوم، الفكرة بالأساس مش لوم، ولكن بيوجه ليهم التهام زي ما حضرتك قلت دلوقتي بأنهم يعني ينتمون للنظام الصادر. لا، حسن استخدام أدوات. حسن استخدام أدوات. من حق الجميع أن ينزل إلى الشارع، من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، من حق الجميع أن يتمنى أن يصل للسلطة ويمارسها ويكون مسؤولا عنها. ولكن ليس من حق الجميع أن يخرب أو يدمر أو يحرق أيا كان الطرف وأيا كان المحسوب. هذا تجريم مطلق لكل الأطراف. وبالتالي الرهان الآن على قدرة هذه التيارات على الحفاظ على أمن هذا الوطن والاستقرار. لا يعنيني من يحكم، لا يعنيني مرسي أو البرادعي أو صباحي. طيب، أو عمرو موسى أو غيره. الفريق الأساس السيسي هو مصلحة هذا الوطن وأمن واستقرار. تمام. الفريق السيسي إدى مهلة أسبوع لكل القوى السياسية اللي موجودة في مصر عشان تاخد أي فعل يمنعنا من الوصول إلى العنف. بكرة آخر يوم، خليني ومفيش أي من القوى السياسية سواء الرئاسة أو المعارضة أو غيرها عمل اللي هيحسسني ان بكره مش أولا هيعدي. أولا يعني مع كامل الاحترام والتقدير للفريق السيسي وبيانه والذي جاء في وقت مهم، ولكن ليس من حق الفريق السيسي ان يوجه بيانات او يوجه نقاط. انا ما بتكلمش عن حقه ومش حقه، انا بتكلم عن ان اداني مهله. هو بالاساس مين اتصرف في الاسبوع ده؟ بيعطي مهله لمين؟
لانه له يعني ليس الحق له. في لا منع لا. ليس له الفريق السيسي ما هو الا قائد لاداه من ادوات اداره شؤون الدوله والحفاظ على الامن والاستقرار. الجيش ما هو نتكلم على الجيش عليه ان يمنع البلاد من الانزلاق في لا انا بتكلم على الجيش. الجيش في الاساس ما هو الا اداه او وسيله من وسائل الحفاظ على امن الدوله والاستقرار. هذه الاداه لا تتحرك بمفردها بشكل عشوائي بشكل منفرد او مستقل. الدوله منظومه من مجموعه مؤسسات. العمل المؤسسي يقوم على توزيع ادوار، دوره تمارسه الداخليه، دوره يمارسه الجيش، دوره تمارسه مؤسسه الرئاسه، دوره تمارسه السلطات التشريعيه والتنفيذيه، ودوره تمارسه المعارض ايا كانت تصنيفات المعارضه بالاساس اذا كانت تسعى الى الوصول الى السلطه والحكم. ليس من حق مؤسسه الجيش ان تحمي البلاد داخليا؟ لا من حقها طبعا. من حقها طبعا. طبعا. طيب. ما هي أداة من الأدوات. طيب ما هي أداة من دورها الرئيسي. الرسالة كانت لمنعها. الرسالة للمسؤول عن منع وقوع البلاد في منزلق خطر. طيب من الذي يوجه هذه الأداة ومن الذي يستخدمها؟ القائد الأعلى للقوات المسلحة. بس كده الأمور محسومة. يبقى معناها إيه الكلام ده؟ أننا لا نتحرك في دوائر منزوعة أو في جزر منعزل، نحن نتحرك في دائرة مترابطة، هناك تنسيق متكامل. المفترض انا مش هقول ان موجود ولا مش موجود، المفترض ان يكون هناك تنسيقا وتكاملا بين كل المؤسسات القائمه على اداره شؤون الدوله سواء كانت مؤسسه الرئاسه. استاذ دكتور عصام، النهارده الناس اللي ليها دور استقاله التيار المدني النهارده استقال من مجلس الشورى، دور السياسي هنا مش لابد ان يكون متواجد في قلب الاحداث؟ انا هقول لحضرتك يا استاذ اتفضل. احنا مشكلتنا ان احنا في مرحله السنتين فما بعد الثوره لا ندير ازمات. كل التيارات السياسيه تدير بالازمات، بمعنى أننا نخلق أزمات لتأجيج الأوضاع وإشعالها دون محاولة لحل أزمة، أي أزمة تنشأ على كل الطيارات. الكل يتحاول يتعامل مع الأزمات أنه يخلق أزمات ويفجرها لإشعال الوضع وليس لإدارة وتسكين أزمات. الكل يتعامل لا يتعامل مع مصر في هذه المرحلة على أنها تمر في مرحلة انتقالية، في مرحلة ما بعد ثورة كبيرة. المرحلة الانتقالية في أي ثورة من الثورات في أي دولة من دول العالم لها متطلبات. للأسف الشديد كل التيارات السياسية دون استثناء لم تراعي متطلباتها. هل شايف ان احنا في هذه الفترة لا تصلح يعني لا يصلح مع الشعب اي مبادرات او اي حلول؟ لا طبعا. مين قال؟ الشعب هو المحرك الرئيسي لكل القرارات وكل السياسات. ولكن احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ بنتكلم في اليات وكيف يتم استخدامها.